نحن من خلال هذه المعارض نوجه العديد من الرسائل، خصوصا الرسالة المتعلقة بالقراءة، قراءة الكتاب، مكانة الكتاب في ظل التحديات التي نعرفها في مجال التكنولوجيا، ولكن يبقى الكتاب ضروري في هذه المرحلة بالنظر إلى العديد من المضامين الواردة فيه. هذا معرض حدث ثقافي استثنائي، عرض للعديد من الكتب والمؤلفات، وكذلك عرض للنقاش، وهذا فضاء للنقاش بامتياز. عدت الوزارة شريطا وثائقيا يوثق لأهم لحظات المعرض، وأيضا مع إطلاق موقع خاص بالمعرض يضم يعني الأنشطة اليومية، ويضم أيضا قاعدة معطيات العناوين المعروضة والتي تصل إلى 125 ألف عنوان، مع أيضا استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الحرص على ضمان التواصل مع المواطنين حول المعرض. موعد جميل، موعد سنوي لشبكة القراءة بالمغرب اللي كتحتفي بالقراء هي والشركاء ديالها اللي هما الوزارة ديال الثقافة والاتصال، وزارة التعليم، وأيضا شركائنا أليف اللي هما نادي عشاق للقراءة ويدعمون هذا البرنامج. نحن سعداء اليوم باستقبال القراء الذين تميزوا على مستوى الوطني، جاءوا إلينا من وجدة، من تيزنيت، من تارودانت، من فاس، من الرباط، من الدار البيضاء، من الوسط ومن النواحي المغربية. سعداء أن نرى بأن المغرب يزخر وبه قراء متميزون. اليوم يوم للاحتفال، يوم للأمل، يوم لكي نستمتع بشهادات القراء الرائعين وبفرحهم وبشغفهم. ونوي باستحقاقها لهذا التكريم، وأدعوها إلى المثابرة على صداقة الكتاب والعمل على اجتذاب مزيد من زميلاتها وزملائها إلى الإقبال على القراءة. والتهنئة الثانية طبعا أتوجه بها إلى شبكة القراءة بالمغرب لمسارها الجمعوي الرصين والمنخرط في برنامج نبيل غايته تحويل القراءة إلى سلوك يومي لدى بناتنا وأبنائنا. هي مبادرة دشنتها شبكة قراءة منذ 4 سنوات، الغرض منها هو إدخال عنصر التحفيز على القراءة إلى جانب عناصر الترسيخ والتحسيس والتحريض عليها. لابد لهؤلاء القراء المنخرطون والقارئات المنخرطات لابد أن يكافئوا وأن تتم مجازاتهم على ما بذلوه من أجل أن يستمروا في ذلك. قولي لي يا فرحانة دابا بزاف. مشاركة المندوبية العامة في مسابقة الوطنية للقراءة في نسختها الرابعة، وهي أول مشاركة، كانت مبادرة من المندوبية العامة ولقيت استجابة فورية من طرف شبكة القراءة. أمكن من خلالها مشاركة 338 سجين، وتوجت 4 سجناء، 2 أحداث و2 كبار. هذه المشاركة هي ترمز إلى مسألة أساسية جدا، وهي انفتاح المندوبية العامة والسجناء على جميع المجتمع المدني، وأيضا ترمز إلى اختزان السجناء لمهارات وكفاءات يجب أخذها بعين الاعتبار عند الإفراج، يعني وتمكينهم وتسهيل لهم الاندماج بشكل سليم بعد الإفراج. لنجعل من القراءة طبعا سلوكا يوميا، هذا في حد ذاته كيف يمكن أن نجعل من فعل القراءة يعني آلية أساسية للتنمية الثقافية، باعتبار أن التنمية الثقافية هي مرتبطة كذلك بالمجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأعتقد أن مثل هذه التظاهرات هي ترسخ لدينا أن هناك توجه لدى العديد من المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالثقافة، سواء على الشق المتعلق بالكتاب الذي هو يرتبط أساسا بالقراءة، وكذلك باعتبار أن الفعل الثقافي حاضرا لدى الرأي العام الوطني. حضور ديال مغاربة العالم من أجل تقديم التحولات اللي عرفتها الهجرة المغربية، وأن هذه الهجرة مرت من منحرات يعني الهجرة العمالية إلى مرحلة إنتاج النخب
النخب الفكرية الثقافية الفنية الرياضية السياسية. عندنا 100 مشارك من جميع بلدان العالم جاءوا لهذا المعرض الكتاب. هذا يعني القدوم ديالهم يعبر عن مدى استعدادهم للانخراط والمساهمة في إنجاح مختلف الأوراق المفتوحة ببلادنا من ناحية الديمقراطية ولكن أيضا من ناحية التنمية. إذن بغينا أن الفاعل السياسي المغربي يهتم بهذه الكفاءات المغربية وهذه التحولات تؤخذ بعين الاعتبار في رسم السياسات العمومية لبلادنا من أجل استقطاب يعني هذه الكفاءات وتمكين مغاربة العالم من المساهمة البناءة في التنمية البشرية حسب ما ينص عليه الدستور. هناك أيضا فقرة أدباء قادمون التي نخصها للكتاب الشبان بالإضافة إلى الندوات التي تتمحور حول علاقة الأدب بالسينما. هناك أيضا برنامج الطفل اللي هو برنامج مهم اعتبارا لأهمية شريحة الطفل التي الآن صارت تطبع المعرض الدولي لنشر الكتاب. عدد فقرات تصل إلى 47 لقاء وتتمحور حول ورشات الكتابة وورشات التخطيط وغيرها من الورشات. جيت لمعرض الكتاب باش نشوف الكتب اللي كاينين وخصوصا داكشي تاع ديال الاطفال الصغار وبان لي هذا الرواق هذا جيت ليه لقيت تبارك الله الكتب متنوعين وكاين الكتب تاع الفرنسي والعربيه كيبغيو القصص خديت لهم هاد القصص هادو اللي عجبوهم وتبارك الله كاين الجوده والثمن تاعو في المتناول وكنشكركم. شكرا. عجبني القصص وعجبني بزاف الحوايج. من بينها الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا وأيضا دول أمريكا اللاتينية. Bah honnêtement, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de demandes par rapport aux années précédentes. Il y a beaucoup de libraires, beaucoup de maisons d'édition. C'est très très varié. On trouve un peu de tout, littérature, manga, bande dessinée, auteurs marocains, auteurs arabes, du monde arabe, du Maghreb, auteurs étrangers. C'est vraiment très très diversifié. Et puis les lecteurs, ils arrivent toujours à trouver ce qu'ils viennent chercher au salon. المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء هو محطة سنوية لعرض الكتاب والاحتفاء بالكتاب والاحتفاء بالمبدعين المغاربة والمبدعين العرب الذين يشاركون في هذه المحطة. والائتلاف الوطني دأب منذ سنوات على المشاركة الفاعلة من خلال برواق خاص يعرض أهم منشورات أعضاء الائتلاف الوطني وفي نفس الوقت يحتفي بمجموعة من المبدعين من خلال توقيعات من خلال الندوات تهتم بقضية اللغة العربية وبهموم المواطن فيما يتعلق باللغة العربية. المعرض الدولي لنشر الكتاب هو فرصة للقاء المثقفين، للقاء القراء، للقاء الجمهور المهتم بالكتاب والنشر والتحسيس على القراءة، التحسيس على التعامل مع الكتاب بصيغته الورقية أساساً، بالإضافة إلى إتاحة النقاش حول قضايا النشر والتأليف والكتابة والفكر وغير ذلك وفتح مجال للكتاب للقاء مع الناشرين وبلورة مشاريع ثقافية يمكن أن تنجز على المستوى المدى القريب أو المدى البعيد. المعرض حاليا له إشعاع كبير وطويل في جل الأقطار العربية حيث أن هناك كتب نجدها لشتى المؤلفين العرب وكذلك نجد كتب أجنبية حافلة بالدلالات الفكرية ومستمدة من جميع الحقول المعرفية التي يعرفها العالم حاليا. It's a great pleasure to be at the Casablanca Book Fair for 2018. Nobody ignores the importance of reading, both for the development of the individual, but in my humble opinion, the importance of reading goes beyond the level of individuals to unite nations. When we read the other's culture, we become part of them, and when they read ours, we share in their own culture as well. Thank you very much.
هذا المعرض الذي تزوره لأول مرة، لأنها كأديبة عالمية قد زارت معارض كتاب في دول متعددة من العالم، فأثنت عليه كثيرا وأخبرتني بأنها سعيدة جدا لأنها ترى هنا الكثير من الشباب والكثير من الأطفال واهتمام كبير أيضا من الصحافة. وسألتها عن الأماكن وكيفية تنظيم المعرض فأثنت عليه كذلك وقالت أنه لا يفرق تماما عن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، هو من أكبر المعارض العالمية للكتاب، وقالت ولكن للأسف الفرق الوحيد اللغة لأنني لا أعرف اللغة العربية. في الحقيقة في عصرنا الحالي تزداد أهمية الترجمة أكثر من أي عصر مضى، ففي عصرنا الحالي نعاني جميعا من ازدياد الحدود وصعوبة تخطي تلك الحدود، سواء كانت الحدود المادية أو الحدود المعنوية، والترجمة ولا سيما ترجمة الأعمال الأدبية تظهر لنا مدى التقارب بيننا، وهي التي تعبر تلك الحدود بنقل الخبرات الإنسانية المشتركة وكذلك نقل الأحاسيس الإنسانية المشتركة التي تجمعنا جميعا، وبالتالي لا يصبح للحدود تلك الجفوة الكبيرة التي تخلقها بين البشر، بل نركز في الترجمة وفي الأعمال الأدبية على المشترك بيننا أكثر من التركيز على ما يفرقنا عن بعضنا البعض. Ces 24 années, le Salon international du livre de Casablanca a bien évolué. Il devient chaque année plus international, c'est ça l'important. Hein? Chaque année un peu plus international et ça fait vraiment plaisir. Ça nous fait plaisir, nous les Marocains, de savoir que nous avons un espace international de ce calibre-là. Félicitations. Toutes nos félicitations aux organisateurs, au ministère de la Culture, bien sûr, et à tous les participants, entre autres l'université. Chaque participant, exposant, que ce soit des librairies, soit des institutions, etc., apporte un quelque chose à ce salon. Le معرض الدولي للكتاب هي محطة مهمة في الثقافة الوطنية، بحيث أن يمكن اعتباره موسماً من المواسم المهمة في الحياة الثقافية الوطنية، بحيث يقدم لمختلف الجماهير سواء المغربية أو الضيوف العارضة في المعرض صورة حقيقية حول المغرب المتنوع، المغرب المتعدد، المغرب المتسامح. هنا نجد مختلف الأروقة، يعني من أفريقيا، من أمريكا اللاتينية، من أوروبا، من أوروبا الشرقية، من آسيا، من المغرب، طبعا من مختلف مناطق المغرب، مختلف مؤسسات الناشرين المغاربة، وهو مناسب للتلاقح، للتعارف، للاطلاع على إنتاجات مختلف الدول ومختلف الشعوب. Le salon du livre de Casablanca est une merveilleuse rencontre. Franchement, chaque année on l'attend, surtout les auteurs et écrivains, etc. Et je trouve que c'est franchement, quand je suis rentrée, j'ai vu tout ce beau monde aujourd'hui, dimanche, toutes les familles, les enfants. Malgré tout ce qu'on dit, malgré le fait qu'on dit qu'il n'y a pas de lecture, les gens ne lisent pas, ben moi j'ai vu un petit peu le contraire. Et je crois qu'il faut faire beaucoup plus qu'un salon par an pour pouvoir rassembler tous ces gens-là et puis les intéresser à la lecture. Pour mon livre, ben écoutez, c'est un livre qui est sorti pratiquement il y a une année et je trouve que grâce à la maison d'édition, il y a franchement une très bonne réception positive donc, de ce livre-là. J'espère qu'on le lira encore plus et j'espère qu'il y aura des débats par rapport à ça. لكل زراعة موسم حصاد، والزراعة لا تكون في يوم واحد بل تكون طيلة الأيام، ولكن ساعة الحصاد ساعة واحدة. المعرض الدولي للكتاب هو ساعة حصاد كل المنتوج الثقافي والإبداعي، والذي يسمح أيضا بلقاء المفكرين ولقاء المبدعين ولقائهم مع جمهورهم بصورة مباشرة. هذا ينعش الحقل الثقافي ويطعمه ويزيده إشاعة. وزير، هناك من طلب أن تنظم هذا المعرض مرتين على الأقل في السنة، ما رأيكم؟ هذا حدث ثقافي، وأعتقد أنه حدث سنوي وسيظل سنويا طبعا مع إدخال العديد من التعديلات
فيما يتعلق بهذه التظاهرة التي نكتشف اليوم هناك حضور قوي لا من طرف يعني العديد من المواطنين والمواطنات، هناك شخصيات سياسية فكرية مثقفة، واعتقد انه كان هناك نجاح بامتياز لهذا الدورة 24. Bien sûr, toutes nos félicitations au ministère de la culture pour l'organisation de la 24e édition du Salon international du livre, un salon qui évolue chaque année et qui devient chaque année un peu plus international. Bravo. معرض هذه السنة كان ناجحا بامتياز لاعتبارات متعددة، من أهمها كان فضاء للنقاش الحر، وكان كذلك العديد من المؤلفات والكتب الصادرة حديثا معروضة في هذا المعرض. كذلك كانت هناك نقطة أساسية بالنسبة إلينا هو نسبة الزوار الذين وصلوا هذه السنة إلى رقم قياسي وهو 520 ألف زائر، إضافة إلى أزيد من 45 دولة شاركت. هناك أكثر من 125 ألف عنوان كان معروضا في هذا المعرض، ونعتقد أن هذا المعرض لهذه السنة كان ناجحا بامتياز لاعتبارات كما تم من خلال منشور وكذلك من خلال العديد من البيانات الصحفية صادرة عن وزارة الثقافة والاتصال. نعتقد أننا عملنا على تقييم هذا المعرض، خصوصا وأن كانت هناك العديد من النقاط الإيجابية، كذلك كانت هناك بعض نقاط الضعف، ولكن سنعمل على سد العديد من الثغرات أو بعض الثغرات التي كانت في هذا المعرض بالنسبة للسنة المقبلة، ولكن يبقى أنه حدث ثقافي بامتياز.